حواراتنا مستمرة، ويسعدني الآن أن ألتقي مع معالي الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. أهلا بحضرتك معالي الوزير. أهلا بسيادتك. معالي الوزير، الطاقة في مصر هل فيها أزمة؟ هل الناس حاسة بأزمة ولا مش حاسة؟ ده أنا أسألك السؤال ده مش سألهولي أنا. تقييمك كوزير. لا أقول لستك حاجة، مما أنا شك فيه أن سنة 2014 كانت هناك أزمة خالقة وامر يعني غير مسبوق، وكان في شهر اغسطس في يوم من الايام انقطع تيار كهربائي 6000 ميجا كنا فاصلين. الحمد لله تم اتخاذ مجموعه من الاجراءات بمشاركه مساعد وزاره البترول في توفير الغاز الطبيعي عشان والسولار والمازوت كنوع من وقود لتشغيل المحطات، بان احنا عملنا الصيانه احنا وخلصناها قبل دخول العام 2015 في 2015. ايضا عملنا خطه عاجله استطعنا بها ندخل 3632 ميجا في 8 اشهر ونص. كان في محطات تحت الانشاء وكانت لسه في اصنعنا بالانشاء. اقول لسيادتك ان سنه 2015 من اول يناير لغايه ديسمبر في هذا العام مقدار القدرات اللي دخلت على الشبكه في ذلك الوقت وصلت الى 6882 ميجا، عمرها ما حصل. طبعا كل ده اثر تاثير جيد جدا وايجابي على انه بقى في عندنا قدرات كافيه للاستهلاك، وايضا كان لازم نعمل نوع من السكيورتي، نوع من تامين ايضا للتجديد. فطبعا حضرتك عارف مؤتمر شرم الشيخ في مارس 2015 تمخض عنه ان احنا تعاقدنا مع شركه سيمز على انشاء 3 محطات عملاقه، المحطه الواحده 4800 ميجا. فالمجموعه الثلاثه دول لوحدهم كانوا يمثلوا تقريبا 45% من الطاقه اللي احنا محتاجينها. وايه وعملنا التعاقد ده على اساس انه ينتهي يتم الانتهاء من المحطات وبدأ تشغيلها فعلا في مايو 2018، واحنا ماشيين يعني في بعض الاماكن سبق الخطه الزمنيه دلوقتي. احنا كنا حاطين خطه انه سنه في نهايه في ديسمبر 2016 تدخل 4400 ميجا من بتوع سيمز، دخلنا 4800 ميجا. فكل الكلام ده جعل ان هناك فعلا من ناحيه كفايه الطاقه المنتجه ما اقدرش اقول في حاجه. طب هل ما عندناش مشاكل؟ لا عندنا مشاكل. المشاكل فين؟ نقل الطاقه وتوسيعها. احنا ما زال بنعمل تقويه كبيره في شبكات النقل عشان تقدر تستوعب كل هذا الامر، وبنعمل نوع من برضو خطوط تامين للامر ده. احنا رصدين قيمه تبلغ حوالي 37.5 مليار جنيه يتم استثمارهم في تقويه شبكات النقل والتوزيع في خلال السنتين ثلاثه القادمين. لما الخطه دي تنتهي تماما اقدر اقول لحضرتك ان احنا مرحله ان احنا بندي خدمه في الطاقه الكهربائيه زي المواصفات العالميه واعلى منها ان شاء الله. انا طبعا سالت السؤال ومتوقع ده، وكنت يعني قاصد ان حضرتك تستعرض حجم الانجازات اللي تم في هذا المجال لان الناس حاسه بيه، بس الناس كمان معالي الوزير حاسه بحاجه اخرى، تكلفه الكهرباء. اولا احنا كنا حاطين خطه وعلينا في 2014 لمدة 5 سنوات، وبالعكس لأول مرة في تاريخنا نعلن الخمس سنوات فعلا وبتتغير ازاي، وقلنا ان في نهاية السنة الخامسة اللي هي 18-19 هيتم التخلص من الدعم عن الموازنة عشان تقدر تصرف الفلوس دي في حاجات تانية مهمة، التعليم والصحة وخلافه. لكن كان هيبقى في دعم تبادلي ان كثير في مستخدمي الطاقه والقادرين الصناعات الكبيره، كل الكلام ده هيدفع فلوس ازيد شويه من التكلفه عشان تستثمر في انها تدعم محدودي الدخل. وكان في الخطه محطوط الشكاوى يا فندم من محدودي الدخل. ما انا هقول لحضرتك يا فندم مش بس طبعا انا كنت ما تنساش سيادتك ان كل حاجاتنا يعني اللي خاصه في الانتاج الكهرباء احنا بنجيبها من الخارج تقريبا، يعني بنجيب من الخارج الحاجات دي فكلها بالعمله الصعبه، المحطات الانتاج الطاقه الكهربائيه الوقود، الوقود يا فندم احنا بنجيب 30% منه من الخارج. فكل الكلام ده له تاثير على سعر تكلفه انتاج الطاقه الكهربائيه. فطبعا تصور سيادتك لو انا احنا سيبنا سعر الطاقه الكهربائيه ما غيرناش جزء منه في 1/7/2017 حضرتك عارف تبقى الزياده على تكلفه او يعني الدعم اللي مطلوب من الضرائب دي 73 مليار جنيه من ربع المستحيلات. لا نستطيع، احنا مش عاوزين ناثر على الخدمه ومش عاوزين ناثر على الكواليتي بتاعت جوده الخدمه اللي بنديها ولا على الكونتينيوم. النهارده خلينا القرار ما اتقطعش على الاطلاق الا لو في عيب فني في شبكات عشان اكون امين في هذا الامر. طبعا ده ملموس. فاحنا بننظر للامر ده لكن سيؤخذ في الاعتبار طبعا بالدرجه الاولى
محدود الدخل. يعني احنا بننظر لهذا الامر وعيننا عليه بشده. انا مش عاوز اسبق الحوادث دلوقتي، احنا بنحط سيناريوهات مختلفه، هنعرض هذا الكلام على مجلس الوزراء وان شاء الله هنوصل للنتيجه وسيؤخذ في الاعتبار. انا بقى عارف ان انا صادق فيما اقول، اللي هي الشرائح الاولى سينظر اليها بعين الاعتبار على اقصى درجه. يعني نستطيع نقول ان الدكتور محمد شاكر بيقول انه في سيناريوهات ستعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ اجراءات تخفف العبء او يعني على محدود الدخل. على محدود الدخل. وهقول لستك حاجه ثانيه كمان، انا كمان هنمد الفتره. احنا كنا مفروض بعد سنتين السنه الجايه واللي بعدها كنا خلصنا شلنا الدعم تماما. لا، هنمدها سنوات اكتر كمان. دعم الكهرباء، دعم الكهرباء، هتمدوا دعم الكهرباء سنه ثانيه. مش عاوز اقول كام سنه بس انا حاطط تصور حاجه معينه، مش عاوز اتكلم شيء قبل لان ده مش قرار وزير الكهرباء بس. انا بدرس وبعرض وطبعا القرار في النهايه بيبقى مجلس الوزراء طبعا. فبالتالي مفيش زياده محتمله في اسعار الكهرباء؟ لا، في زياده محتمله يا فندم، بس سيراعى في هذا الاعتبار. وانت عارف انك صادق وبقول لحضرتك بامانه طبعا، لانه غير كده يبقى احنا بنضر القطاع. على فكره القطاع ده مين اللي يملكه؟ ده الشعب فعلا. صحيح. فانت مش عاوز تعمل بعد ما نقلت نقله نوعيه هائله، مش عاوز ترجع خطوه الى الخلف. لا، هتبقى صوره سيئه. الزياده اللي هي اللي كانت محطوطه في ميزانيه سنه 2014 اعتقد، احنا مش زياده تدريجيه طبعا، احنا بننظر اليها على ضوء المتغيرات بتاع سعر الصرف كمان. سعر الصرف وده اللي خلانا نمدها بدل ما اخلصها في سنتين، انا عاوز امدها على سنوات اكتر من كده. فهيبقى العبء بياتي بطريقه مخففه، وزي ما اقول لك بقولها للمره الثانيه، سيؤخذ في الاعتبار محدود الدخل الى اقصى درجه، لان احنا يعني في النهايه احنا بنعمل من اجل خدمه الشعب. ده صحيح. اخبار محطه الضبع يا معلم؟ احنا فندم ده كان في مجموعه من الزملاء في روسيا من اسبوعين ثلاثه هناك، ان شاء الله هتسمع اخبار طيبه جدا. بس احنا ماشيين يا فندم تمام، وفي ناس في الموقع وناس بتاخد قياسات، احنا شغالين. اصل في ناس يعني بتقول انه يعني في مشاكل بيننا ما بين الروس ولا اي مشكله على الاطلاق. ده موضوع كبير مستعجل، ادي لحضرتك فكره، في اربع عقود بيتم توقيعها. تم توقيع عقدين بالاحرف الاولى لسه عشان يبقى ما هوش توقيع نهائي، ده بسبب الاحرف الاولى معناها ان انتهينا منهم تماما. عقد منهم بتاع انشاء المحطه عدد الصفحات اللي فيه 3500 صفحه فقط. اللي احنا معانا استشاريه قوي. يعني انا فاكر يا فندم انا عملت مع حضرتك حوار في موسكو في 2014 مظبوط يا فندم. الطرفين بنحاول نحل جميع المشاكل في العقود وما نسيبش حاجه للمستقبل ان شاء الله. يطمن الناس يعني. طمن الناس يا فندم، وتسمع اخبار طيبه جدا في المستقبل القريب. اشكرك جزيل الشكر. اشكرك دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقه المتجدده. شكرا جزيلا. شكرا فندم. شكرا.